السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة القنيطرة المدينة، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. إذا نستمر في الجولة ديالنا، أدعوكم لمشاهدة الفيديو السابق جولة من القنيطرة إلى المهدية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير واحد الجولة في مهدية الشاطئ. هذه الجولة غادي تكون مع صديق الصفحة السي إبراهيم اللي تعرفنا عليه مؤخرا، وهذه أول مرة نديرو خرجة بالدرجات الهوائية. إذا كنتم مهتمين بالجولات ندعوكم للمشاركة معنا في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. يلا خليكم مع الفيديو، أتمنى أنه يعجبكم. ما تنسوا ديما تدعمونا بلايك وتعليق، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا
زيارة يديروا هنا دار الرصيف زيارة. Thank you.
كيعوموا.
إذن إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو. الفيديو القادم إن شاء الله غادي نكمل الجولة ديالنا في محمية سيدي بوغابة. إلى الفيديو القادم إن شاء الله.